السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة القنيطرة مدينتي، ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. نتواجد حاليا بولاد وجيه، وبالضبط قرب الشاطو وقرب سوق القرب الجديد. إن شاء الله سنتوجه في رحلة إلى وسط المدينة. يلا خليكم معنا في هذا الفيديو، واتمنى أنه يعجبكم، واتمنى أنكم ديما تدعمونا بلايك وتعليق. والسلام عليكم ورحمة الله.